وانا هغيظ المهندس عدي شويه. انت بتغيظني على طول. لا هغيظك ان انا هطلع بره السياق. دلوقتي عبد الله السعيد نجم كبير، الجمهور تقريبا متحفز يعرف عبد الله هيروح فين. سياق الاحداث العام يقول عبد الله السعيد لاعب محترف بالشكل المعني او بالمعنى الحرفي للكلمه، عنده حق في الاختيارات. حتى الان الاهلي لم يحسم امره. البعض بيتحدث على انه الاهلي ممكن يكون بعيد عن المساله، على الاقل في ظل ضوابط نظام الاهلي. اللي انا هسال المهندس عدلي فيها، لانه بنسمع كلام كتير عبد الله يستحق. طيب عبد الله يستحق ليه الاهلي ما يديلوش ما يستحقه؟ دي نقطه. رقم اتنين، لو عبد الله قعد في الاهلي بشروط عبد الله، ايه تاثير ده على الاهلي كاهلي كفريق؟ ولو عبد الله مشي من الاهلي وراح اي حته، راح الزمالك، عشان اختصر لكم المساله، الزمالك عنده مشاكل، عنده ظروف، ربما مسؤوليه شايفين ورقه عبد الله قد تكون ورقه بالنسبه لهم مربحه على اي صعيد من الاصعده، مش عايز ادخل في التفاصيل، هم اهل مكه ادرى بشعابها، لكن ربما شايفين في ضم نجم كبير بحجم عبد الله تقنى جه من امور اخرى. ربما، وربما عبد الله زي ما اتقال في الاول يستجيب لعروض خارجيه، قيل ان هي من الامارات وقيل ان هي من تركيا وفي روايه اخرى من الصين، ليكن برضه. بس في النهايه ان يذهب للزمالك لازم نتمنى له التوفيق، انه يروح تركيا او يروح الامارات نتمنى له التوفيق. اذا اتقال انه هو عايز يرجع في كلامه، لانه في نغمه من ساعتين ثلاثه انتشرت شويه، سالت المهندس عدلي قال لي انا سمعت برضه، عشان كده انا مغيظه، انه الراجل لو انا لما اقول لك حاجه بينه وبينك تطلع تقولها. اه وانا انا بينه وبين الجمهور، عشان كده بخاف اقول لك. انا بينه وبين الجمهور انه عنده رغبه، بيتردد، عنده رغبه او مضى للزمالك ولم يكمل توقيعه بشكل او باخر، وعنده رغبه يعدل عنها ويبقى في الاهلي. ايه اللي يخلي عبد الله يبقى في الاهلي، وايه اللي يخليه يمشي من الاهلي؟ عبد الله لو مشي من الاهلي مش هيمشي، لان ده فيها سعاده ليه. ايوه، لان عنده عرض يصعب رفضه ويصعب تعويضه. يصعب رفضه ويصعب تعويضه. اه طب بالنسبه له عرض مالي، عرض كبير. اه هو ده اسبابه الشخصيه. ايوه، مش عشان انه عايز يمشي من النادي الاهلي ابدا، او انه مش سعيد. ده ازهى ايام الكابتن عبد الله سعيد، هو افضل لاعب الموسم الماضي، منافس لحتى اللحظات الاخيره على افضل لاعب هذا الموسم، افضل لاعب في منتخب مصر، احلى مواسم ونضج الكابتن عبد الله السعيد الايام دي. فما عندوش، لا ما عندوش هو ضيق او غضاضه، ولم يشكل يوما ما مشكله داخل النادي الاهلي، بالعكس اداؤه بيتطور رغم ان سنه بيتقدم، الا باستمرار بيزيد، ودي مش سهله في دنيا كره القدم. صحيح، يعني ده من الناس ليها كيرف، ده كيرفه واخد المسار اللي في اتجاه لقدام باستمرار. يبقى دوافعه الشخصيه اللي ما نعلمهاش. ما انت ممكن تيجي تقول ياه معروض عليه 40 او 50 مليون جنيه، ما انتش عارف الالتزامات اللي عنده عليها ايه، ما انتش عارف مسؤولياته ايه، ما انتش عارف هو مخطط لحياته ازاي، ما انتش عارف عليه اقساط ايه، ما انتش عارف يعني ترتيباته الحياتيه. هذه حسبه لا يحسبها الا هو. ولكن في نفس الوقت ما حدش هيبقى سعيد، خصوصا لو خرج وراح لمنافس، لانه مش بس انه بيسيب لك نوع من الثغره التي لابد من تعويضها، واللي الاهلي قادر باستمرار على تعويضها، واكرر هذا مش فاهم دي ما تزعلش حد. عايز اقف معاك في الحته دي، اصل دي لا تنتقص من قيمه احد، والا كان خطيب ما تعوضش وما خدناش بطولات، والا كان ما كانش عبد الله نجح مكان ابو تريكه. تريكا وبركات ما كناش كسبنا بطولات بعديهم. ما كانش من الاول. كابتن صالح ورفعت الفنيجيلي وقبلهم الدوزوي ومكاوي. امال هو الاهلي ما فيش لعيب ما تعوضش، لان في طرق في التكتيك ممكن تخلي يعني ما تعتمدش على العنصر
اللي بهذه المواصفات قوي. آه. لا، في مواهب بتطلع لك، ربما ربما رب ضارة النافعة يطلع لك حد. بالظبط. اذا انا مش قلقي على الكورة، لا انا، ودي هقولها لان دي الكابتن سيد كنا في حوار النهاردة مع بعض، قلت له ما تيجي تعمل مداخلة، قال لي انا حابب اعمل مداخلة، لكن تعال نتفق الاول هو ايه اللي كان موقف النادي الاهلي. هو يعني ناس كتير قالوا طب ما تدولهم. كابتن سيد، وانا قلت له اذا ما نجحناش ان احنا نعمل لك مداخله وارجو تحاوله، هقول بعض الكلام اللي انت عايز توصله للناس، اللي انا مقتنع بيه بالمناسبه يعني، واللي انا لمحت اليه. وقفل تليفونه عشان انت اللي تقول. الله اعلم. رقصك سيد عبد الحفيظ. انت مسؤول عن فرقه. اه. انت مسؤول عن عيله. اه. عندك ابن بتحبه وعايز تدلعه، لكن مسؤوليتك تجاه باقي الابناء تحول دون انك انت تاخده تميزه وتدلعه. ده حبك ليه يخليك ما تدلعوش على حساب غيره عشان اخواته ما تكرهوش. لان نجاحه ان كل العيله تتمنى له النجاح لحد ما ياخد نوبل، ما يغيروش منه. فانت بالنسبه انك انت تاخد نجم لوحده كده او اتنين نجوم وتعملهم حاجه استثنائيه، وهم عندهم نجوم لا يقل عنهم في المستوى والخبره والمكانه، بس ما عندهمش نفس الظروف، وجم سلموا لك القياد ووثقوا فيك وقالوا لك اتفضل ادي عودنا، ولي سليمان، حسام عاشور، هاني رحيل، اكرامي، لا ده يعني بجيب لك القدام كمان. اه، اللي هم الجيل بقى اللي، فانت عليك مسؤوليه وضميرك ما يسمحلكش انك انت عشان دول وثقوا فيك يتظلموا. انت ما ظلمتهمش، انت اديت لهم اقصى ما تستطيع. اذا غيرت اقصى ما تستطيع دي لابد ان هيبقى في اطار الجماعه. ايوه. هتكلفك كام بقى ساعتها الحكايه؟ هتخرج الى مساله اقتصاديه حتى لو فيها دعم من الخارج مش هتقدر عليها، لان اللي بيطلع ما بينزلش. خلاص بقى. ما بينزلش. اه. وبيجر عليه بعد كده. لا، وبيجر معاه كل المستويات. كل حاجه طبعا. فهذه مسألة كانت شديدة الخطورة، وعشان كده قلت الأهلي يضرب اقتصادياته، وعندما يلقى دعم يبقى اقتصاد الأهلي هو اللي بيلقى الدعم، ويرجع يعيد توزيعه إلى أصحاب الشأن بالطريقة التي تحقق العدالة وتحقق لكل واحد مكانته. وكان كابتن الخطيب حريص جدا على النقطة دي، نوضحها، حريص جدا على هذا المعنى، إنه عدم المساس بالنظام. بالنظام، عندنا نظام. وأنا أفرح يعني، اصل الناس شايفه ان الصفقات بقت مسابقه لوحدها، وانك سابك انك انت ما تخطفش مني حد، وانك اخطف منك اي حد، واللي يعمل كده هو البطل. البطل اللي لما ياخد لعيبه تغير مراكزه. احنا قبل كده خسرنا صفقات مهمه جدا، خسرنا شيكابالا ورجعنا له حاجته، خسرنا عمرو زكي وكنا عايزينه، خسرنا مش عارف مين، لكن كان عندنا وقت عمرو زكي تحديدا نفس الظرف، كنا بنجدد لستة من أهم اللاعبين. يا أستاذ إبراهيم، الشيء بالشيء يذكر، أنا مش خارج السياق. وده اللي أنا قلته. كان عندنا أبو تريكة، عصام الحضري، بركات، وائل، محمد شوقي، وائل جمعة، ست لعيبة. إسلام الشاطري يمكن وقتها، عماد متعب. عماد، آه. ست لعيبة من أهم لعيبة النادي الأهلي. ست نجوم تقال. وكنا عايزين ندعم بإيه؟ بعمرو زكي، وكان الإتفاق إنه هيجي. دينامو كيف، ولا دينامو كيف؟ دينامو كيف. اه، دريت بقى الوكيل بتاعه كلمني من فرنسا وقال لي طيب احنا دفعنا فيه 1,700,000 يورو، لو دفعتوا 1,700,000 يورو تاخدوه. قلت له لا، احنا تعالى ناخده على 3 مراحل، انا مش هقدر اديك اكتر من 350,000 يورو، فناخده اعاره سنه ونبقى بنيه البيع او بنيه التجديد لمدد مماثله. وهو كان جاي مصر على هذا الاساس. المهم قابلوه في المطار وخدوه على نادي الزمالك، وانا بلغت وهم في المطار من الناس اللي مستنياه تبعنا، تبع النادي الاهلي، دول رايحين ياخدوه. قلت لهم ما تتخانقوش في المطار، هو دريد لو هيروح الزمالك يبقى هو ناوي، لو جالي الاول هيروح الزمالك، لو راح الزمالك هيرجع له. فلما تاني يوم وانا عرفت بقى التفاصيل وكانوا قاعدين فين وخد ايه والكلام ده، وخلصوا هم مع دريد، فلما بيتكلموا قلت له انت جاي مخلص، قال لي لا
انا لو اديتني المليون سبعمائة الف يورو قلت له انا مش هديك مليون سبعمائة الف يورو. حتى هو طلبني قال انا في الفندق الفلاني، قلت له اركب تاكس انا كنت هاجي لك مكانك بس في الميعاد اللي اتفقنا عليه، انت خليت بالميعاد تتجيلي مكاني انا بقى. اركب تاكس وقول لسواق التاكس وانت معاه خد المهندس عادل قيح، هقول له انا في ايه؟ هيجيبك وين؟ لما جه قال لي مليون و700 الف يورو، قلت له انا بقول لك مرفوضه. قال لي طب تدونك كابتن ابو تريكه، قلت له انا بقول لك مرفوضه. المقبول انك تيجي تنفذ اللي انت جاي من فرنسا على اساسه. ورغم كده ده مش قراري، هسمعك قرار المسؤولين. كلمت الكابتن خطيب قال له نفس الكلام. احنا عملنا كده ليه؟ لان لو انصقنا ما كناش عرفنا نجدد لكل دول. ايوه. كانت بقت مشكله. هو ده نفس الموقف، نفس الموقف مع الخلاف ان اللعيب النهارده العظيم الكبير اللي انت عايزه موجود عندك بقى. بس عقده خلص. نتمنى ان نلاقي نفس المفاجاه الجميله، وقبل الفجر النهارده يكون في مفاجاه. طيب ما حصلتش. ايوه. نقفل الصفحه وما نبانش قوي كده ان احنا متضايقين ونعوض. يبقى الشغل العملي، طيب يا جماعه المستجد الجديد الراجل ده مش معانا، طب لو بره هيبقى مش علينا، طب لو هو جوه هيبقى مش معانا ولازم نعمل حسابه. هنعمل ايه بقى؟ شغل المحترفين يبتدي. اذا اقدر اقول كصحفي القيعي بديل السعيد في الاهلي جاهز؟ لا بلاش طريقه خطف الكلام على لساني. انت تقدر تقول ايوه ان نتمنى عشان ما نروحش يمين وشمال. طب ما الراجل اهو اللعيب العبقري الكويس اللي احنا عايزينه موجود قدامنا انه يبقى. لان الحلول كتير، هنقعد نفكر. مش بقول لك انك ده يمشي افتح الدرج انزل التاني. لكن ربما عندك لعيبه كتير مستنيه الفرصه، ربما حد منهم احمد حمدي وناصر ماهر وهشام محمد وهشام وميدو جابر وميدو في ناس كتير وصالح جمعه وصالح في ناس تقدر تلعب هذا الدور وتلعب ادوار بتعديل بسيط تغير لك تكتيك. كابتن حسام البدري يستطيع من خلال التكتيك هذا، ما فيهوش اساءه لكابتن عبد الله، هذا لا ينتقص منه. احنا بنقول له ريحنا وامضي عشان نفضل زي ما احنا بنفس القوه ومن غير ما نغير حاجات كتير. لكن مش معنى كده القول ان لو اي لاعب مهما كان ونيمار لما مشي من نادي برشلونه توقعنا، هو كان السنه اللي فاتت حتى برشلونه عمل موسم سيء. السنه دي سان جيرمان هو اللي تأزم. مش شرط ان اللعيب اهو، ده انا اللي عايز اقوله بقى. هل اللعيب لما يروح لنادي جديد في ضمانات الكيمياء؟ ايوه. اللي نجحته؟ لا مش بالضروره. طيب هل اللعيب لو راح لنادي جديد النادي اللي خرج منه قادر على انه يغير ده 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 من خلال مدرب جديد عمل شكل تاني للفريق؟ فما بالك مع مدرب يستمر باذن الله معانا حافظ الليله وكلها. فانا عايز اقول ايه؟ ليس تقليلا ولكن رجاء اخر مره هقولها بقى وعلى حسابي وعلى حساب ما اقول، رجاء يا كابتن عبد الله راجع نفسك وابقى في الاهلي. طيب هناك امر ما احنا مش عارفين هل هو خلص وانتهى وصعب التراجع على زي ما انت كنت بتقول ولا نقدر نتراجع؟ ما اعرفش، مش هنناقش الامور دي على الهواء. لكن في كل الاحوال النادي الاهلي حافظ على جوهر الفريق الى حد كبير جدا، ناقص لاعب مهم قوي، نتمنى ان هو يبقى. ولكن اذا حدث غير هذا مش عايزين نحاول الموضوع. ربما الخير ما اراد به الله، ربنا هي الخير. وفي كل الاحوال الاكثر من كده بقى خلينا بسلوكنا وبحضرتنا وبشيكتنا محدش يسيء الى حد.